فالدرس غادي نشوفوا الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست وغادي نشوفوا الجافا سكريبت انجين كيفاش كي اكزيكيوت الكود اونيفو ديال هاد الانفايرمنت وغنشوفوا واخا ما تكتبش كاع الكود كيفاش الجافا سكريبت انجين كيخدم اونيفو ديال هاد الكونتكست وكيستوكي كاع الفاليوز اللي غادي نخدموا بهم وغنشوفوا تو ستيبس في هاد الكونتكست اللي هي الكرييشن والاكزيكيوشن واشنو كيطرا في هاد تو ستيبس ديال الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست وفي الاخر غادي تتضح لكم الصوره ديال اشنا هو داك الهوستين. الاوبجيكتيف عندك تكتب ويب ديفلوبر هو تكري واحد الكود اللي هو اورغانيزي، يعني كتكون عندك واحد البروبليماتيك اللي هي كبيره وكتحاول ديكومبوزيها اما سو فورم ديال موديولز ولا سو فورم ديال فانكشنز. يعني عندنا واحد البروبليم هنا اللي هو جينيرال اللي هو البروغرام اي كنحاولوا ديكومبوزيو اما موديولز فانكشنز ولا باكيجز، وفي الاخر خاص داك الكود ديالك يكون ريدبل، يعني اي واحد الا شدو غادي يقراه دغيا ما يطراش ليه مشكله. في الاخر مينتينبل، يعني اي واحد يقدر يمانتوني داك الكود ديالك. واورغانيزد هذا هو الاوبجيكتيف جينيرال، هو داك الكود يكون اورغانيزد. الجافا سكريبت انجين عنده نفس الحاله، خاصو يشد هذاك الشيء كامل اللي كريتيه نتايا وكل حاجه يحطها في الباكيت ديالها وكل حاجه يحطها في الكونتكست ديالها باش تاخذ واحد البيزك اي ديال الانفايرمنت اللي خدام بها انا دابا. دونك عندي واحد الانتكس دوت اتش ام ال فايل ومانكلو فيه هاد الاكزيكيوشن كونتكست دوت جي اس. هاد الاكزيكيوشن كونتكست دوت جي اس ما فيه حتى شي حاجه، يعني الانفايرمنت اللي خدام فيها انا خدام في البروزر. من بعد كدير انسبكت اونيفو ديال البروزر باش افيشي لي الكونسول اللي هي غادي نخدم بها. هنايا عندي واحد الفيشي خاوي ما كتبتش حتى شي لين ديال الكود، ولكن واخا ما كتبتش حتى شي حاجه عندي واحد جوج ديال لي زاليمون اللي تيتحطوا اونيفو ديال هاد الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست اللي هما الويندو اللي كتعتبر واحد الجلوبال اوبجيكت واللي هما ديس اللي كيرفيري الويندو. ديس كيرفيري الويندو في هاد الكا ديال البروزر، باغ كونتر الا كنتي خدام نوت جي اس هاد ديس غادي تيرفيري الجلوبال. باش ناخذ واحد البيزك ايديا على هادشي اللي هضرنا عليه، واخا ما كاتب حتى شي لين ديال الكود غادي نحاول ناكسس ديال الويندو وغادي تشوفوا بانها عطاتني الاوبجيكت ويندو وكاع لي ميثود اللي مليين ليه. نفس الكا بالنسبه للفيريبل ديس، من غادي ناكسس ليها غتلقاوها بانها كترفيري الويندو اوبجيكت. دونك ديس راه كترفيري الويندو اوبجيكت، باغ كونتر الا تيستينا هاد ديس فواحد نوت جي اس انفايرمنت غادي تافيش لنا جلوبال. ولكن خلي الفوكس ديالنا حنا غير في البروزر لان هذا هو الانتري ديالنا في هاد الدرس. باختصار هنايا واخا ما عندنا حتى شي لين ديال الكود، عندنا في هاد الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست جوج ديال لي زاليمون اللي هما ويندو وديس كنقدروا ناكسيديو ليهم. دابا غادي نكتبوا واحد الكود وغادي نشوفوا شنو غادي يطرق في هاد الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست واش هادشي غادي يتبدل. دونك غادي نكري واحد الفيربول فول نيم اللي غادي نعطيها كفاليو عربوي مهدي، وغادي نكري واحد الفيربول واحده اخرى اللي نسميها بروفيشن. هاد البروفيشن مثلا غندير فيها فول ستاك جي اس ديف جاست اس ان اكزامبل. من بعد غادي نكري واحد الفونكشن غير انفو. شنو غادي دير هادي؟ غادي تبتشوف لي غير نيم بلس او فول نيم بلس البروفيشن، ندير سبيس هنايا وندير بروفيشن. هاد الكود كيدوز او نيفو ديال جوج ديال المراحل بالنسبه للجافا سكريبت انجين. اول فيز عندنا هي الكرييشن وثاني فيز عندنا هي الاكزيكيوشن. غنبداو بالفيز الاولى اللي هي الكرييشن فيز. هاد المرحله اللي هي الكرييشن كتجي ديما قبل من الاكزيكيوشن او نيفو ديال جافا سكريبت انجين. اشنو كيطرا فيها اكزاكتلي؟ اول حاجه هي كتكري واحد الويندو جلوبال اوبجيكت هو الاكسيدين اللي قبيله هنايا. ثاني حاجه كتكري هاد الديس اي كتافيكتا ولا كتافيري لهاد الويندو اوبجيكت. دونك يقولوا عندنا تو اوبجيكت اللي هو ويندو وديس. ثالث حاجه كتكون واحد السيراب ديال الميموري اللي كتعني بان هاد الفيريبلز اللي تكرييو وهاد الفانكشن تاعي اللي تكرييت كدير لهم واحد السيراب للميموري، يعني كنالوكيو ليهم الميموار ديالهم. اي في الاخر هاد فول نيم او بروفيشن اللي هما تو فيريبلز كتعطاهم واحد الفاليو اللي هي انديفاينيد. دونك هادشي في الكرييشن فيز واللي كيطرا او نيفو ديال الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست. اوكي دابا الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست ديالنا السيراب. دونك كرييشن سالات ديال جافا سكريبت انجين، عندنا الويندو اوبجيكت، عندنا الديس اللي كيرفير الويندو اوبجيكت، لا ميموار ديالنا فيها الفانكشن وفيها الفيريبلز، والفيريبلز ديالنا عندهم واحد الفاليو اللي هي انديفايند. غندوزو للاكزيكيوشن دابا. شنو دابا عندنا اونيفو ديال الاكزيكيوشن؟ الفاليو ديال فول نيم غادي تشونجا من انديفايند غادي تشونجا لهاد عربوي مهدي. الفاليو ديال بروفيشن يعني هاد انديفايند غادي تطير، والفاليو ديال بروفيشن غادي تشونجا من انديفايند غادي تولي هاد فول ستاك جي اس ديف. دونك في الاكزيكيوشن فيز اشنو طرا؟ تشونجات الفاليو ديال فول نيم وتشونجات الفاليو ديال بروفيشن. بالنسبه لنا الفانكشن جيفين فورم غادي طرا فيها والو اونيفو ديال هاد الاكزيكيوشن فيز. علاش؟ لانها ما عيطناش عليها، ما درناش لها واحد الكول ولا واحد الاكزيكيوشن. بالنسبه لنا هاد جيفين فورم ان فوا ندير لها الكول ولا الاكزيكيوشن غادي نوليو في كونتكست واحد اخر اللي هو الفانكشن كونتكست اللي غادي نشوفوه في الدرس الجاي. انا متاكد بانكم غتكونوا دابا خديتوا واحد البيزك ايدي على الهوستين. ملي كتعيط مثلا على فول نيم هنايا وكتعطيك undefined، ومن كتعيط على profession هنايا غتعطيك حتى هي undefined. علاش؟ لانهم في هاد الكرييشن فيز
كيكون عندهم واحد الفاليو اللي هي undefined بالنسبة لنا في هذا الـ global execution context.